على مدى 40 عاما تجاوز مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة 350 مليون نسخة، ويعد مجمع الملك فهد أكبر مجمع من نوعه في العالم. مفادنا إلى الأراضي المقدسة. عبد الله بركات زار المجمع ووفانا بالتقرير التالي. قليلون من جاءوا إلى مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ليشاهدوا كيف تتم طباعته ومراحل التدقيق المختلفة، ونحن من المحظوظين الذين جاءوا إلى هنا وشاهدوا كيف تتم طباعة المصحف الشريف ليصل إلى القراء وإلى حفظته. إن الله سخر لهذا الكتاب من يحفظونه. يقرأ المسلمون القرآن آناء الليل وأطراف النهار، تمتلئ به المساجد والمنازل. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه المصاحف بأغلفتها الفاخرة يقف خلف طباعتها ودقة كتابتها هذه المنارة القرآنية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. أنشئ المجمع عام 1403 من الهجرة بمدينة الرسول لخدمة كتاب الله ليصل إلينا بهذه الدقة، وهو هدية المملكة العربية السعودية للمسلمين في كل بقاع الأرض. يطبع المصحف هنا بأحجام مختلفة وروايات متعددة وترجمات لمعاني القرآن. أوراقه صنعت خصيصاً بجودة عالية للمحافظة على دقة قراءات الآيات. يتم تجميع صفحات المصحف الواحد وخياطته وتجليده ليصبح لدينا مصحفاً كاملاً. لكنها ليست المرحلة الأخيرة، حيث يتم تدقيقه لضمان سلامة النص القرآني. تبدأ مرحلة كتابة الخط المصحف الشريف بدون نقاط، فقط نصوص على لوحة حجمها متر في 70 سنتي. يقوم الخطاط بكتابتها وإرسالها للجنة العلمية للتأكد من سلامتها. تبدأ مرحلة وضع النقاط، أيضا تعود للجنة العلمية للتأكد من سلامة وضع النقاط وسلامة النصوص. المرحلة الثالثة هتكون مرحلة وضع التشكيل. المرحلة الرابعة هي مرحلة علامات الوقف، والمرحلة الأخيرة وهي المرحلة الخامسة ترقيم الآيات. ومنذ افتتاحه أنتج المجمع 350 مليون نسخة من المصاحف الشريفة وترجمة معانيه إلى قرابة 80 لغة، كما يبلغ إنتاج المجمع سنوياً 20 مليون نسخة. ويتم إهداء ملايين النسخ سنوياً من إنتاج المجمع إلى المسلمين في أرجاء المعمورة. ويعد مصحف المدينة النبوية من طباعة المجمع أوثق نسخ القرآن المطبوعة في العالم لدقة محتواه. ويقدم المجمع المصحف الشريف هدية لكل حاج من حجاج بيت الله الحرام عند مغادرتهم المنافذ البرية والجوية والبحرية عقب انتهاء المناسك. لدى المجمع أكثر من 25 إصدار مختلف الأحجام برواية حفص، وأيضا عندنا مجموعة كبيرة من القراءات. أيضا مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف أهتم بلغة برايل، وهي لغة للمكفوفين ذو الاحتياجات الخاصة، على 5 مجلدات فاخرة وبجودة عالية. ولعل أسلوب التدقيق في طباعة المصحف الذي ينتهجه مجمع الملك فهد يمنح راحة النفس لكل مسلم يقرأ القرآن الذي تكفل الله بحفظه، فهو دستور الأمة وحبل الله المتين. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.